طيب احمد بيه، عرفنا ان حضرتك يوم السبت هتاخدوا قرار شكل الدوري العام، وهو انا يعني على معلوماتي ان كل الانديه او معظمها رفض المجموعتين، وبالتالي نحن على اعتاب اما زي الموسم اللي فات اما دوري من دور واحد. مظبوط. هتعلنوا يوم السبت ان شاء الله. ومن ثم هتعلنوا جداول على طول؟ لا، هيبقى في القرعه وبعد القرعه ان شاء الله. القرعه يعني مباشره، لان الدوري المفترض يبتدي امتى؟ ان شاء الله هتبقى اول جولات يوم بعد 25 على طول ان شاء الله. 25 اكتوبر. كويس قوي. طيب هل الاهلي والزمالك، كان الحاج عامر حسين دايما وهو في اتحاد الكوره كان بيحب يعمل فيناله الدور الاول وفيناله الدور الثاني الاهلي والزمالك ككرنفال، انتوا ايه وجهه نظركم؟ الحقيقه يعني كنظام القرعه احنا خدنا قرار وتناقشنا في الرابطه وطلعنا بقرار ان هي تكون قرعه مفتوحه. قرعه مفتوحه يعني اهلي وزمالك يلعبوا اول ماتش ثاني زي ما تطلع القرعه، يعني القرعه مفتوحه، هو ده الفير الحقيقه. ربما بس الميزه الثانيه انه بيبقى كرنفال يعني ختام دوري وهو الاخر. هي الرابطه بعد نقاشات الساده اعضاء الرابطه وصلنا ان يعني هو القرعه المفتوحه هو الفير، زي ما بنقول احنا يعني بنمشي على الطبيعي. على الطبيعي، هو الطبيعي اللي حضرتك بتقوله ده اكيد يعني.